المحاولة والانطلاقة لك نقل الكرة طويلة تتمرر الكرة كاميرو، هذه انطلاقة سريعة فيتورو لكاميرو، الواحد صفر، الواحد صفر يا فرنسي. كيف الكاميرو هداف الفريق الاندلسي يتمكن من الوصول الى مرمى بيلباو، الوان تو سريع فيتورو يمرر، وكيف كاميرو لا يخطي، يعرف طريق الشباك، التقدم اندلسي صحيح بيلباو كان الاخطر وكان الاقرب، ولكن الفريق الاندلسي من كوره واحده انطلق كاميرا وبلمسه واحده للاعاده. لا 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 حتى من هذه الزاويه هنا العرقله لم تكن موجوده، ولكن الحكم سيد وجه لوجه امام ريدوث كاميرو يتقدم رويدا ويضع الكره في المرمى، الهدف الثاني لاشبيليا. كيفن كاميرو يغالط ريدوث، والنتيجه اشبيليا 2 بالباو لا شيء.